بزاف، وحتى الوليدات الصغار كيستمتعوا في هذه المكازا هذه. حتى الحيوانات سبحان الله اللي مربينهم هنايا مستانسين بزاف مع الناس. كاين واحد الارنب غادي تشوفوه معايا في الفيديو، هذاك الابيض دائما فاش كيفوت عليه شي واحد كيجي واقف كانه كيستقبل الناس، يعني واحد المنظر عجيب سبحان الله. وبالنسبه لهذا المكازا انا باش كتعجبني، يعني كل شيء متوفر فيها، كبيره بزاف غادي تشوفوها معايا. وحتى بالنسبه للحيوانات يعني كاين الكلينيك تما ديالهم في وسط المكازا، والاوتيل يعني بالنسبه للناس اللي كتسافر وما كتلقاش فين تحط الحيوانات ديالها، يعني تحطو هنايا. حنا دائما فاش كنسافروا كنخليو تما الهامستر ديالنا، والتعامل ديال الخدامه اللي كاينين تما التعامل ديالهم زوين بزاف. وحتى هاد المكازا هذه كتنظم حتى حفلات الاطفال بالنسبه لاعياد الميلاد، ولا عندهم تما لي كونتين وكيدير لهم انشطه مع الحيوانات. وما شاء الله كيف ما قلت لكم حتى الحيوانات مستانسين مع الاطفال، كيف ما كتشوفوا كيلعبوا معاهم ومتعودين عليهم. المهم ما غاديش نزيد نطول عليكم. وبالنسبه للناس اللي كيسولوني على الهامستر، سمحوا لي انني تاخرت عليكم، وان شاء الله غادي ندير لكم فيديوهات عليه. يعني واحد الحيوان اللي زوين بزاف، يعني كيقتل غير بالضحك كيف ما كتعرفوا، راه لي هامسترز دايرين بحال لي كلون، لا حركاتهم ولا يعني بزاف ديال الحوايج فيه زوين بزاف. ان شاء الله ان شاء الله غادي نحاول انني ندير لكم فيديوهات عليه. نخليكم على فيديو، الى فيديو آخر إن شاء الله، ومع السلامة.